تصاعد دخان بمدينة حدرة. سوريا أمست على انفجار مانا خلف عددا كبيرا من القتلى، واستيقظت على كمين نصبته القوات النظامية لمقاتلين معارضين في المنطقة الواقعة غرب مدينة عدرا الصناعية في الغوطة. وهذه صور تظهر حسب ناشطين تصاعد الدخان من جهة عدرا ودوما. بالفعل يعني كمين نصبته قوات النظام بالقرب من اللواء 22 بقرب من مدينة عدرا على طريق العدرا أضمير مدينة دوما، أثناء محاولة هؤلاء الشبان كسر الحصار عن الغوطة الشرقية وأدخال المواد الأولية وخاصة الطحين لصنع الخبز الذي يقطعه النظام للشهر الثامن عن التوالي عن الغوطة الشرقية. دمشق والمناطق المحيطة بها شهدت قصفا وبعضها معارك بين القوات السورية والمعارضين المقاتلين. وتظهر صور لناشطين ما يقولون إنها راجمات صواريخ ومدافع ثقيلة متمركزة على جبل قسيون في العاصمة دمشق. وحسب المعارضين السوريين فإن الجيش الحر تمكن من التصدي لمحاولة اقتحام عناصر من الجيش النظامي السوري لحي القابون في دمشق، فيما تعرضت ساحة العباسيين قرب حي جوبر بدمشق للقصف. بابيلا حي سيدي بغداد. بابيلا ودوما ومناطق أخرى في ريف دمشق لم تنجو هي الأخرى من القصف، في حين تظهر هذه الصور ما يقول ناشطون إنه رصد لتحرك آليات تابعة للجيش السوري النظامي في دارية لإعادة السيطرة عليها. من جانبه بث التلفزيون السوري صورا للقابون وجوبر وحرستا، يقول إن وحدات من الجيش السوري اشتبكت هناك مع من يصفهم بمسلحين من جبهة النصرة، واكتشاف نفقين بين جوبر وزملكة والاشتباك معهم في الأماكن التي تؤدي إلى الغوطة. الغنطغارة من طيران الميج. مناطق عدة في حمص تعرضت أيضا للقصف، حيث شن الطيران الجوي السوري غارات على الغنطو، فيما تظهر الصور أثر الدمار جراء القصف على تلبيسة وحي القرابيس وكذلك الحولة التي تعرضت لقصف مدفعي. كما جرت اشتباكات عنيفة بين عناصر جيش الحر والقوات السورية في الراشدين بحلب، وقصف طال سرمين في إدلب. مدينة سرمين في اليوم الأخير لرمضان. قصف واشتباكات على مدى أشهر في كل هذه المناطق وغيرها في سوريا من دون بصيص أمل لأي مشروع اتفاق لوقف العنف بين طرفي الصراع، فيما يستعد السوريون إلى استقبال عيد لا تبدو منه أي بوادر فرح سوى هؤلاء الأطفال الذين يتلقون كسوة العيد وبعض الهدايا الأخرى في محافظة الرقة. نبيها وطاس، بي بي سي.